الزلف الاول ومرحبا بكم في صفحتكم وقناتكم قناه اثاث الثقه. حابين برك نذكركم باللي لو باك تاع صالون كوكياج مازالو ديسپونيبل خاوتنا. اضربوا عليه لمحه ودوك نشرح لكم واش فيه لو باك برومو تاع لو صالون كوكياج. لو باك برومو تاع لو صالون كوكياج خاوتنا واش فيه؟ فيه لو صالون كوكياج كيما راكم تشوفوا لي فيه 7 بلاص، فيه دو فوتيتا اون بلاص، اون بونكات تاع 3 بلاص، و اون بونكات تاع 2 بلاص. تقدروا تكومونديو لو صالون كوكياج هذا في اي لون خاوتنا، اي لون عجبك تقدر تكومونديه. هذا لو صالون كوكياج ونزيد له لون طابل باز و طابل جيغونت و ارجونتري دو كوان. هذا كامل راهو ب 16 مليون و 800 خاوتنا. برك ثاني باش نزيدو نذكرو خاوتنا لو صالون كوكياج صالون بزاف شباب خاوتنا. هذا لو صالون يحب الضيق كيما راكم تشوفوا، لي ليبي تاعو راهو مخدومين كامل بالاتر، القاعده تاعو دي 30، لا كاركاس تاعو كامل راهي بالبواروج، لا فينيسيون تاعو ما شاء الله خاوتنا. ومام لا بونكات تاع 3 بلاص و لا بونكات تاع 2 بلاص كيف كيف خاوتنا، لي بي تاعهم راهم بالاتر، القاده تاعهم دي 30 ولا كاركاس تاعهم اون بواروج خاوتنا. اما بالنسبه لا طابل باص خاوتنا تقدروا تروحوا تشوفوا لا فيديو اللي راهي متوفره في اليوتيوب وفي الفيسبوك وفي الانستغرام على لي طابل باص اللي متوفرين في محل اثاثيقه، تقدر تخيرها وتديها مع لو باك. مام لا طابل جيغونت خاوتنا تقدر تخير اي طابل جيغونت اللي تكون متوفره في محل اثاثيقه وتزيدها للباك. ولارجونتري دو كوان كيما راكم تشوفوا خاوتنا اللي حاجه بزاف شابه اللي مخدومه كامل بالاتر. هذا لو باك كامل خاوتنا ب 16 مليون و 800 بالنقل والتركيب ل 58 ولايه، والالوان فيه كما راكم تشوفوا خاوتنا الالوان تاعو، تقدروا تكومونديوه في اي لون حبيتو. نعاودو نذكركم لو باك صالون كياج هذا اللي فيه دو فوتيتا اون بلاص، اون بونكات 3 بلاص، و اون بونكات 2 بلاص، مع لا طابل باز اللي حبيتها، و اون طابل جيغونت اللي حبيتها، و ارجونتري دو كوان هذا كامل ب 16 مليون و 800 مع النقل ل 58 ولايه. خاوتنا هذه هي فرصة أي واحد خصو صالون خاوتنا، لو باك برومو تاع لو صالون كوكياج. لأي استفسار ولا طلب خاوتنا الأرقام راح تلقاوهم أسفل الشاشة. نعاودو نذكرو خاوتنا رانا نديرو لايف في اليوتيوب دائما على 9:30 مساء، اللي راح نديرو فيه لو برومو خاوتنا، نديرو لي برومو على لي طابل سالا مونجي، على لي صالون ولي شومبرا كوشي، وعلى العديد من موديلات الأثاث المنزلي خاوتنا. كونوا من المستفادين وتابعونا دائما في اللايف الليلي خاوتنا. شكرا لكم على متابعة الفيديو، انتظرونا بالمزيد من الفيديوهات. السلام عليكم.